يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يعني احذروا أن يبتليكم ويختبركم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. تذكروا أن هذا الشيطان أخرج أبويكم من الجنة وهو يسعى في إضلالكم، وكما أخطأ أبواكم بسبب هذا الشيطان كذلك الشيطان حريص على أن تخطئوا كما أخطأوا فتعاقبوا كما عوقبوا، بل يريد أكثر من ذلك، يريد أن يدخلنا النار. ليست القضية إخراج من الجنة فقط، لا، يريد أكثر من ذلك الشيطان. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.